لعله أول خروج إعلامي لي كمشتكية في ملف الذي أصبح يعرف بملف المحامي الشهير. للأسف هناك مغالطات كثيرة لا يعلمها الشعب المغربي، هناك مغالطات وكذب وبهتان وافتراءات ساهمت فيهم منابر إعلامية، معطيات تم الاستماع فيها لطرفين دون الآخر، معطيات تشكيك وتكذيب وحكم صدر من رأي عام الذي غاب عنهم الملف وحيتياته ووقائعه التي دامت لسنوات. اضطررت للخروج يومه لتنوير الرأي العام، فهناك محامي من هيئة الدفاع التي سوف تنتصب باسمي يوم الأربعاء، والذي سبق أن نشر فيما يتعلق بالعقوبات أو بالمتابعات التي سبق أن سطرتها النيابة العامة في حق المشتكى بها. لما كيعرفوش الشعب المغربي أننا سكتنا وأننا ما كناش طرف ثاني متحدث، فقط لأننا نؤمن بالقضاء، وفقط لأننا نساء ورجال يؤمنون بالعدالة ويؤمنون بالقانون، ولهذا قمنا بإجراءاتنا القانونية. كيتعجبوا بزاف ديال الناس في كون واحد الواقعة اللي سمعوا من طرف واحد هو طرف كاذب، طرف قال وقائع اللي هي مزيفة، زيفوا الحقيقة بشكل رهيب، زيفوا حقيقة بلغة الشارع، زيفوا الحقيقة وكذبوا على أطراف أخرى. اللي ما كيعرفوش الناس هو أن المساندة ديالي حاليا للزوج ديالي فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة اللي وقعت في الحق ديالو، اللي وقعت في منابر إعلامية من تشهير خطير لا يمت للصحافة بصلة ولا يمت للمهنية الصحفية بصلة، وهي فعلا خروقات موجبة للعقوبة، وهذا ما سننهجه بعد هذا الملف هذا أو أثنائه فيما يتعلق بمتابعة كل من نشر أو من وزع أو من ثبت صورة لشخص بدون موافقته وبدون إذنه في أماكن خاصة. هذه فعلا جنح، الصحافة أصبحت ترتكب جنح للتأثير على القضاء، وأصبحت ترتكب جنح وتنتهك الحرية أو تنتهك عرض الشخصي عنوة باش دير واحد السبق صحفي أو واحد البوز. هذا ما ساهم فيه مجموعة أخرى من أناس كنا ننتظر من الزمالة المهنية فيهم أن يشنفوا مسامعنا داخل المحاكم بمعطيات لي حقيقية بناء على وقائع وإثباتات. أنا ما غنطعنش في الصراح اليوم لسبب واحد، هو لأنني أنثى ولأنني أم، ولأن التعليل الذي وصلني باعتبار بأن الصراح الذي قدم لمشتكى بها هو بناء على كونها مرضعة وأن لها رضيعة. أنا أم، وكيف ما بغى يكون الحال أنا كدفاع أو كصفة ديالي كتخليني أنني نقول لعله خيرا ولعله قضاء ولعله قدري، رغم أني أعتبرها انتهاكات خطيرة في القانون، وهي متابعات فعلا كانت ثقيلة غير موجبة نهائيا للصراح، لأن العقوبة تصل فيها لخمس سنوات. لم يتم مناقشة الملف وكنا نصمت فقط على اعتبار بأن هناك أمور وجب أن تناقش داخل قاعة المحكمة ولا تناقش بالشارع. الوقائع اللي ما كيعرفوهاش الناس هي فعلا ابتدأت في 2017. من 2017 أنا شخصيا على علم بمجموعة من الأمور. من 2017 قبل من 2017 في أواخر 2016 أو بداية الشهر الأول في 2017 أن الأستاذ الذي تم التشهير به هو الضحية الأولى، هو ضحية مؤامرة رعوية لعهر ولفسق. أي نعم كان أخطأ، ولكن الخطأ ديالو ماشي كما صورته وسائل الإعلام، الخطأ ديالو ماشي كما أشارت إليه الإعلام بصور ما كان عليهم أن ينشرها أو يقدحوا في أصحابها دون علم ودون بينة. استمعوا لطرف واحد، طرف اللي هو أصلا التاجئ للصحافة باش يأثر على القضاء، طرف اللي عرف بأن الأفعال اللي كيديرها هي كما هي منافية للأخلاق، وكما أنها تعتبر مجرمة قانونا، وكما أن الشعب المغربي أو كحنا ما كنقبلوهاش. فما كاينش شي واحد كيقبل على أخته أنها تكون مومس، وما كاينش شي واحد كيقبل على الزوجة ديالو أنها تكون مومس، وما كاينش شي واحد أصلا كيقبل المومس كمهنة داخل واحد المجتمع المغربي. الأستاذ تعرض لابتزاز، الأستاذ تعرض للتهديد، أستاذ تعرض لمجموعة من الأمور اللي احنا بغينا أننا نوقفوها، إلا أنها امتدت بوقاحة إلى أن السيدة هذه تطالب بإثبات واحد النسب معين.
أنا ما أدهشني هو الحكم الذي صدر من وسائل الإعلام. إذا كان الحكم كتصدر وسائل الإعلام، أو إذا كان الحكم كتبنيه كيبني واحد المجتمع أو كيبنيه الرأي العام، فلاش دار القضاء؟ لاش دار الشرطة القضائية؟ علاش دار التحقيق؟ علاش دار مناقشة الملفات في جلسة علنية وكل واحد كيضمن الدفاع ديالو وكيناقش الأمور ديالو وكيخلي القضاء هو الذي يفصل بسلطته المستقلة؟ حز في نفسي اليوم، حز في نفسي اليوم، وأنا للأسف أصبح لي قناعة داخلية أو بين قوسين في استقلالية القضاء. ولعلي سوف أقول بأن الشارع أصبح يحكم. لعلي سوف أقنع نفسي بأن ضربني وبكى وسبقني وشكق، لأنه فعلا الضحية هنا هو هذاك الأستاذ الذي تم التشهير به بطريقة وحشية، بطريقة غير مقبولة وغير مفهومة. الأمور اللي كانت شهرات أو الإصرار على واحد الموقع على أنه يشهر بواحد الطرف بواحد الشكل اللي هو رهيب وغير مقبول وهو مخالف لجميع القوانين دولية أو عربية أو مغربية، للأسف فعلا تعرض لنهش في سمعته وتعرض لنشر صورهم باسمه، وكان يأمل في القضاء خيرا ولا زال يأمل في القضاء خيرا. فالملف منح فقط فيه الصراح، والصراح هو تدبير يرفع حالة الاعتقال وإنما لا يصدر الأحكام. الحكم سوف يصدر، الحكم سوف يصدر بناء على مناقشة في جلسة علنية، وهذه المناقشة هي التي سيبني عليها القضاء حكمه. صراحة نحن أساسا كدفاع لسنا نؤمن بالاعتقال ونعتبر تدبير استثنائي، وإنما نعتبر فقط أن القانون فوق الجميع. الصحافة قالت بأن حيث هذه الأطراف هادو كدفاع فقد تم تجاوز القانون، أبدا، طبقنا القانون وامتثلنا للقانون ولمجموعة القانون الجنائي. قدمنا شكاية، أنا شخصيا قدمت شكاية لاعتباري بأني متضررة، قدمتها للنيابة العامة التي أحالتها على الشرطة، تم الاستماع للأطراف، كل واحد عطى الأدلة ديالو، كل واحد عطى الوثائق اللي عنده. أنا عندي مجموعة من التهديدات، عندي مجموعة من الرسائل النصية تم استخراجها وعطيناها للشرطة القضائية اللي كتقول فيها هاد السيدة بأن داكشي جاي من الفوق وبأنها غتحكم الملف وبأنها هاد السيد هذا غادي تربيه وغادير فيه وغتعل فيه وغتفرك فيه، وهادشي كلشي عندنا حنايا اللي بوسائل اللي نعتبروها وسائل إثبات من أجل التهديد والابتزاز ولينا بها الشرطة. عندنا تسجيلات صوتية اللي هي فعلا فرغناها في أقراص مدمجة واللي هي تهديدات صريحة، وجي جبنا وثائق عاوتاني اللي كتعبر على الابتزاز كيف تم ولماذا تم وعلى أي أساس. الخطأ كان وقع في 2016، في آخر 2016 غنعرفوا أنا شخصيا في مارس 2017 مني عرفت بأنني كنت عامل مع مجموعة من يمارسون مؤامرة من أجل الابتزاز ومن أجل استحصال على مبالغ مالية، وهي للأسف أن اضطر الأستاذ أنه انساق لها بواحد الشكل لأنه ابتزوه. بالله عليكم، بالله عليكم، من هاد الصور هادي كانت كتنشر بهاد الطريقة وبهاد الشكل وبهاد الكثرة هادي، واش تا واحد ما غادي يرد البال بأن كيفاش واحد السيدة مفروض أنها تكون في وضع حميمي مع شخص أنها كتقوم بالسيلفي؟ هادي منطقيا، منطقيا كشباب أو كمغاربة، واش عمر شي واحد وقع ليه هاد الشيء إلا وأنك تلقى راسك بأنك كتعامل مع واحد مؤامرة اللي كانت هي كيوجدوا ليها ناس عارفة شنو كدير، ناس عارفة فعلا شنو كدير، واش الناس عندهم واحد المتابعه في البيت ديالهم من اجل القواده ومن اجل السكر العلني والاخلال العلني بالحياء؟ ماذا تنتظرون من الاطراف داخل هذا البيت؟ الناس اللي عندهم داخل هذا البيت هذه متابعات من اجل السرقه الموصوفه وحكم بالجنايات، والناس عندهم في الحبس، ماذا تنتظرون من هذه الاسره؟ الناس اللي كتقول بان راه جاء وخطب ودار الفاتحه، واش كتبان لكم هذيك الصور ديال الخطبه؟ واش كتبان لكم بان هذه السيده هذه اللي كتقول لك ما جابش والديه على اعتبار بان الام ديالو كاينه في العمره والاب ديالو مريض، واش الشيء كيدخل لعقل المغاربه؟ واش بان لكم بان هذاك الوضع ديال الخطبه سيد جالس مع وحده لابسه بيجامه وحده جا لقاها لابسه تكشيطه، ما كايناش قراءه الفاتحه حتى في ديك الصور، في الصور لان السيده كتصور سيلفي 24 ساعه، كاينه شي فاتحه في ديك الصور؟ كاين شي تركب الخواتم في ديك الصور؟ واش كاينه شي خطبه ديال واحد الانسان اللي ما غيتسناش مولي جايه من العمره باش انه يدي العائله ديالو باش تخطب؟
هاد السيد ما عنده خوش ما عنده عائله، واش البيت اللي غتكون فيه خطبه فيه جوج ديال الناس اللي هما اللي كيتصور وحده كدير سيلفي؟ بقات في التفصيل ديال المرقه، واش هادي تعتبر خطبه؟ بالله عليكم كاين قانون وكاين الشكليات ديال الخطبه حتى في العرف. الناس المغاربه اللي ما كيعرفوش الخطبه كيديروا اعراف وكيديروا الشكل ديالها، واللي كتكون معروفه عند الناس بالاشهار واللي كيكون فيها الايجاب والقبول. بنيتوا الحكم ديالكم وادنتم شخصا بريئا وهو كان ضحيه مؤامره اللي هي كانت دنيئه فعلا، كانت دنيئه فعلا. الصور التي تم نشرها، واش هذيك انا بعدا شخصيا كنعرف بان الراجل ممكن يخطا، ولكن راه عمرني ما عرفت انايا بان الخطبه تخلي شي انسان انه يمارس هذيك الوضعيات فهذاك الشكل اللي انا اعتبره شاذا، ماشي شاذا جنسيا وانما شاذ في الواقع ديالو. انسان اللي كيكون في غرفه النوم ويصور وكتلاحظوا العينين ديالو انهم كيشوفوا في الهاتف، بالتالي كاينه نيه مبيته هنا، كاينه واحد شي حاجه اللي باغيين كيوجدوا ليها. وفعلا فعلا وجدوا بزاف، وجدوا بزاف وابتزوا بزاف وهدوا بزاف، واضطر هذاك الطرف اللي هو اللي اصبح الان متهما ووحشا وكذا، لانه رديت ونسبتوا ليه واحد الوحده اللي كتقول بان والده معاه في علاقه غير شرعيه، وهو ينفي اصلا ان تكون بينه وبينها علاقه جنسيه من الاساس. ما سمعتوش الاطراف وما خليتوش القضاء يحكم وما خليتوش الملف ياخذ السير العادي ديالو، وانه تناقش هذه الامور هذه في جلسات تحضرونها وتسمعون فيها الاطراف. هذا ملف عادي جدا، ملف عادي جدا. حنا شخصيا كنشوفوا هذا الملف هذا يوميا يروج امام القضاء. فيه كاين واحد ديال اثبات النسب، وكاين ملف اخر ديال 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 المشاركه في الخيانه الزوجيه والتهديد والابتزاز وتثبيت صور ونشرها و و و و هذه امور ملفات هي عاديه لا تعتبر ملفات راي العام. ضخمتوها بواحد الشكل ما عرفناش يد من هي اللي انها كانت ساهمت بهذا الشكل هذا في التشهير الخطير ديال واحد الناس اللي ما عندهم حتى شي ذنب. سمعتوا لطرف واحد، بنيتم حكما واصدرتم حكما وادنتم، ولم تراعوا اسره ولم تراعوا ابناء ولم تراعوا وضعيه زوج او زوجه ولم تراعوا الوضع العام، الوضع العام الذي وجد فيه جوج اشخاص حياتهم بالمحك بناء على اقوال زنقويه، بناء على اقوال لا تستند على اساس، بناء على معطيات في التحليل ديالها سيتم مناقشتها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.